للسنة الثالثة عشرة على التوالي احتفلت شبيبة كنيسة الرسل في الزرقاء الشمالي بالمهرجان السنوي يسوع فرحي، وعنوانه هذا العام لا تتشائموا من شيء ولا تتفائلوا به. المزيد في هذا التقرير. للسنة الثالثة عشر على التوالي وفي لقاء يجمع أبناء الشبيبة المسيحية في الأردن بمهرجان يسوع فرحي نظمته شبيبة كنيسة الرسل اللاتيني في محافظة الزرقاء، جمع ما يقارب 1000 شاب وشابة بمحبة، حمل عنوان لا تتشائموا من شيء ولا تتفائلوا به. بدأ اللقاء بالسلام الملكي بمعزوفات مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في ساحة الكنيسة، من ثم توجه الجميع للمشاركة في الذبيحة الإلهية التي ترأسها قدس الأب وسام منصور بمعاونة عدد من الآباء الكهنة. بدأ اللقاء بكلمة للأب إياد بدر كاهن الرعية، شكر فيها الشبيبة على المشاركة السنوية التي يلتزمون بها بمحبة، موجها شكره للأب وسام منصور على ترأسه الصلاة ومشاركته في المهرجان. استطعنا بعون الله أن نتغلب على جميع التحديات بالإيمان، واضعين كل شيء بين يدي العناية الإلهية وحماية أمنا مريم العذراء سلطانة الرسل، متسلحين بالرجاء وثابتين بالمحبة. أيها الإخوة والأخوات، اجتمعنا معا لنقول أن يسوع فرحنا، وهو سبب لقائنا، وهو سبب سرورنا جميع أيام حياتنا. وخلال الخدمة الليتروجية للقداس رفع أبناء الشبيبة الطلبات والتقادم أمام مذبح الرب على أن يبارك الرب هذا العام ليكون ذا منفعة عامة للجميع. هكذا يكون الموت حياة لهذه الحنطة. نقدم لك يا رب الوعد الذي قطعناه على أنفسنا تجاهك، وباركنا يا رب القدرة لأن نعيش على مثالها. اجعلنا نثق بفرح وجودك. وفي نهاية القداس توجه الجميع لقاعة الكنيسة، حيث نظمت شبيبة الرسل فقرات ترفيهية وتنشيطية للمشاركين. كما قدم مسؤول الشبيبة حازم حداد كلمة تحدث فيها عن شعار هذا العام الذي كان آية من سفر اللاويين التي تشجعنا على التفاؤل بحياتنا، وأضاف أن يسوع فرحي لهذا العام ونحن فرح للسيد المسيح الذي يحيا فينا. دايما شبيبة الرسل بترحب فيكم، زي ما دايما بحكي أنه يسوع فرحي، أنا دايما بحكي لكم أنتوا فرحوا ليسوع. دايماً كنت أحكي لهالشبيبة، أحكي لهم فعلاً بجوز نشك أنه رقم 13 ربنا ممكن سمح للتجربة أنها تعيش بيناتنا، لأنه من نقاوم هذا الإشي الشيطان قاعد بيلعب بيناتنا، لكن لابد بلحظة من لحظات رح نوجد إيد ربنا بكل عمل عمالنا منعمله. وبعد ختام الفقرات المعدة توجه الجميع للكنيسة لسماع المحاضرة التي قدمها ضيف المهرجان الأب وسام منصور. تبادل الحوار فيها مع الشباب عن محبة الرب لنا وعن الصلاة الحقيقية التي نرفعها لله. ما في شيء بقوانين الطبيعة والقوانين الإلهية تحكي عن التشاؤم أو التفاؤل، ولكن هذا الشيء من وضع الإنسان. كيف الإنسان كان يصنع صنم ويعبده؟ طب شغل ايدك هذا، انت اللي حفرته وانت اللي سبكته وانت اللي سويته. يعني لما بالقديم كانوا يحفروا التمثال ويسجدوه، نحن بخوفنا وتفاؤلنا من المستقبل بسبب احداث معينه ولجوءنا لبعض العلمان وبعض الاشارات اللي بتطمنا للمستقبل بخلينا نرجع لعهد عبادة الأصنام، إنه نحن نعمل الصلاة نعمل
وفسر لنا